لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات النقل ام العقل، وعنوان حلقتنا النهارده علي جمعه يجاهل الرسول ويحكم بقطع يده. شفنا في الحلقه اللي فاتت الشيخ البراك قال ان اهل السنه يثبتون اليدين واليعينين ونحوهما من الصفات لله تعالى، ويقولون ان ذلك حقيقه، وبرغم ان شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب يدعي ان مذهبه لا يكفر احد، شفنا في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري بيقول ان الاعتقاد بان الله في السماء تجسيم، واللي يقول الكلام ده لم يكن مؤمنا، يعني بيكفر كل اللي بيقوله ان الله في السماء. وابن حجر بينقل كلام القرطبي ان ده قول اولا من يعتقدون بالتجسيم، ثانيا ان الله شخص، ثالثا ذو جوارح يعني صفات زي اليد والساق والرجل والوجه. وقال ان دي عقيدة غلاة المشبهة، وغلاة المشبهة هم نفسهم غلاة الحنابلة عند شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وابن حجر قال من قال لم لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا، كذلك اللي يقول إن الله شخص وله يد وساق ورجل ووجه أو جوارح زي ما بيقول ابن حجر بيكون كافر. واكتشفنا إن اللي بيثبت إن الله شخص هو رسول الإسلام، يعني ابن حجر مش بيكفر بس غلاة المشبهة أو غلاة الحنابلة على رأي شيخ الأزهر، لا ده بيكفر الرسول نفسه. وهنشوف تعليق مهم جدا للشيخ الجامي على نفس النقطة اللي قالها ابن حجر، الأشاعرة حكموا على إصبع رسول الله بالقطع. نشوف مع بعض. أكثر الذراع بالخلف بهذين الصفتين، في صفة العلو وصفة الكلام، والضراب في صفة العلو أكثر، لأنهم قد يكفرون من يثبت وجود الله في العلو. وفي بعض كتب الأشاعرة من أشار الإشارة الحسية واعتقد بأن الله في العلو بذاته كافر، وإن أشار بدون اعتقاد فهو فاسد. وأرادوا أن يدعموا هذه الفرية وهذا الافتياد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذبة واضحة، كذبوا على الإمام مالك والإمام أحمد، فقالوا كما قال الشهر الثاني إنهما أفتيان، من أشار إلى السماء عند قراءته آمنتم من في السماء يجب أن تقطع إصبعه تلك. يا سبحان الله، ما موقفهم من إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة عندما يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفعها إلى من فوقه سبحانه وينكبها على الصحابة ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، تحكمون على اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تقطع؟ قطع الله ألسنتكم. الله المستعان. زي ما شفنا الشيخ الجامي بيقول ان الاشاعره يكفرون من يثبت صفه العلو لله، وان اللي يقرا امنتم من في السماء ويشير باصبعه للسماء ويعتقد ان ده هو معنى الايه فان ده كافر، ولو رفع ايده للسماء بدون اعتقاد يبقى ده فاسق. وان الاشاعره كتبوا على الامام مالك والامام احمد وقالوا انهم افتوا ان اللي يشاور للسماء وهو بيقرا امنتم من في السماء فلازم نقطع صباعه اللي يشاور بيها للسماء. والشيخ الجامي بيسأل الأشاعرة عن موقفهم من إصبع رسول الله في يوم عرفة لما كان الرسول بيقول اللهم أشهد اللهم أشهد وكان يرفع صباعه للسماء. الشيخ الجامي بيقول للأشاعرة هل تحكمون أيها الأشاعرة على إصبع رسول الله إنها تقطع؟ وأنا برضو عاوزة أسأل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هل الرسول كان بيرفع صباعه باعتقاد؟ لأن في الحالة دي انت بتكفر الرسول، ولو كان بيرفع صباعه بدون اعتقاد يبقى انت بتقول ان الرسول فاسق. وطبعا كل الحالات لازم تقطعوا صباع الرسول يا شيخ الازهر، ولا اقول لكم ما تقطعوا ايد الرسول بالمرة، لان لما بيرفع صباعه هو في الحقيقة بيرفع ايده. والكلام ده بيقوله بشكل غير مباشر الدكتور علي جمعة. وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. انما
ذلك المشبه المجسم الجاهل ابن الجاهل الذي لا يعرف عربية ولا يعرف فرقا بين النصوص والتفسير، يقول لا أنا فاهم في مخي إنه يد ويعمل لك إيده كده. قال الإمام مالك فإن فعل قطعت يده. نقول له طب تعال هنقطع لك إيدك، لكن يد الله ليست هكذا سبحانه وتعالى. وزي ما شفنا الدكتور الشيخ علي جمعة بيقول إنما ذلك المشبه المجسم الجاهل ابن الجاهل الذي لا يعرف عربية ولا يعرف فرقا بين النصوص والتفسير، يقول لا أنا فاهم في مخي إنه إيده، يعمل بإيده زي ما الشيخ عمل كده. وقال إن الإمام مالك فعل الإمام مالك قال فإن فعل فقطعت يده. نقول له طب تعالى هنقطع لك إيدك، لكن يد الله ليست هكذا سبحانه وتعالى. وطبعا علي جمعة بيكذب على الإمام مالك زي ما هيقول لنا الشيخ الجامي في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض. وأرادوا أن يدعموا هذه الفرية وهذا الافتراء بالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذبة واضحة، كذبوا على الإمام مالك والإمام أحمد، فقالوا كما قال الشهر الثاني إنهما أفتيان، من أشار إلى السماء عند قراءته آمنتم من في السماء يجب أن تقطع إصبعه تلك. يا سبحان الله، ما موقفهم من إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة عندما يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفعها إلى من فوقه سبحانه وينكبها على الصحابة ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، تحكمون على حسب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تبقى، قطع الله ألسنتكم. الله المستعان. يعني لو كان الدكتور علي جمعة في حجة الوداع مع رسول الله كان هيقول للرسول لما يرفع ايده، نشوف مع بعض هيقول له ايه في الفيديو اللي جاي. نقول له طب تعال هنقطع لك ايدك، لكن يد الله ليست هكذا سبحانه وتعالى. نقول له طب تعالى هنقطع لك ايدك، لكن يد الله ليست هكذا سبحانه وتعالى. وارجع للشيخ الاثر الدكتور احمد طيب واساله سؤال تاني، انت قلت في الفيديو ده اللي سمعناه اكتر مره، خلينا نشوف الفيديو الشيخ الاثر قال ايه. للاسف الشديد كثير من المقولات التي نسمعها من المتشددين الغلاة، واضع يعني خطين تحت المتشددين الغلاة، من ابنائنا واخواننا السلفيين هم ينتمون الى غلاة الحنابلة ولا ينتمون إلى السلف الصالح، في لبس وفي تدليس وفي غش في استخدام هذا المصطلح. شيخ الأزهر بيقول إن غلاة الحنابلة نكسين، وطبعا غلاة الحنابلة زي ما شرحهم ابن حجر هم غلاة المشبهة، وزي ما فهمنا من كلام ابن حجر إنه بيعتبر غلاة المشبهة أو غلاة المجسمة كفار، وهم كلامهم كله متاخد من كلام الرسول رسول الإسلام. يعني من الآخر ابن حجر بيكفر رسول الإسلام. سؤال لحضرتك يا شيخ الأزهر، لما قلت إن غلاة الحنابلة نجسين، هل تقصد إن غلاة الحنابلة أخذوا مذهبهم النجس من مصدر نجس؟ طالما هم نجسين ومذهبهم نجس، يبقى اللي أخذوا مذهبهم منه أكيد نجس. وتحذير يا شيخ الأزهر، اللي بيقول الكلمة دي عن الرسول الإسلام طبعا أنت عارف إنه يقتل ولا يستتاب عند غلاة الحنابلة النجسين زي ما حضرتك قلت، وهنسمع جزء تاني من كلام الشيخ الجامي مرة تانية، وخلينا نشوف الفيديو مع بعض. في بعض كتب الأشاعرة من أشار الإشارة الحسية واعتقد بأن الله في العلو بذاته وإن أشار بدون اعتقاد فهو فاسد. والكلام ده في كتبك يا شيخ الأزهر، وفي الحقيقة أنا من كتر ما اتفاجئت بالتناقضات اللي في المذهب الأشعري وفي كلام ابن حجر عموما، ومن التناقضات اللي في كلام الشيخ الأزهر خصوصا، كان لازم إني أتكلم عن النقط اللي فاتت بتفصيل أكتر عشان نعرف طريقة تفكير شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اللي بيمثل المذهب الأشعري حاليا. ولو حاولنا إن إحنا نستعرض تناقضات شيخ الأزهر لوحده بس مش هيكفينا ولا ألف حلقة. ونرجع لنقطة مهمة جدا من كلام ابن حجر اللي نقلناها قبل كده في صحيح البخاري كتاب التوحيد، بقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ودينا كده قال الحافظ ابن حجر، لو قال من ينسب إلى التشتيم من اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك.
نعيد النقطة دي تاني. قال الحافظ ابن حجر: لو قال من ينسب إلى التجسيم، وطبعا معنى كلام ابن حجر ولو قال من ينسب إلى التجسيم، التجسيم يعني المجسمة المقصود بهم غلاة الحنابلة الوهابية. الكلام ده احنا شرحناه في حلقة رقم 21 وكان بعنوان رأي ابن حجر في أهل السنة والجماعة، ونقلنا كلام ابن حجر في شرح الحديث صحيح البخاري كتاب التوحيد بقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. بيقول لنا كده قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن بطال: تمسك به المجسمة فأثبته لله الصورة. وقلنا أن ابن حجر ينقل رأي ابن بطال اللي بيقول عن أهل السنة أنهم مجسمة لأنهم بيثبتوا أن لله صورة، وابن حجر لما ما يردش على كلام ابن بطال إذن ابن حجر بيوافق على كلامه وكلامه طبعا اللي فات، وبيكفر غلاة الحنابلة. ونشوف الكلام ده في الحلقة الجاية، ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. احنا في حلقة النهاردة شفنا الشيخ الجامي بيقول ان الأشاعرة بيكفرون من يثبت صفة العلو لله، وان اللي يقرأ أمنتم من في السماء ويشير بأصبعه للسماء ويعتقد ان ده هو معنى الآية فان ده كافر، ولو رفع ايده للسماء بدون اعتقاد بيبقى ده فاسق. وهو بيذكر ان الأشاعرة كذبوا على الامام مالك والامام احمد وقالوا انهم افتوا ان اللي يشاور للسماء وهو بيقرأ امنتم من في السماء فلازم نقطع صبعه اللي بيشاور بها للسماء. ووجه سؤال للأشاعرة وبيقول لهم: هل تحكمون ايها الأشاعرة على قطع اصبع رسول الله انها تقطع؟ وده كمان سؤال ليك يا شيخ الازهر. وشفنا ابن حجر وهو بيقول من ينسب إلى التجسيم، وطبعا دول الحنابلة الوهابية المجسمة، إنهم أثبتوا لله الصورة. وخليني ألتقي بيكم في الحلقة الجاية مع مفاجأة جديدة من هو الدجال عند الأشاعرة. إلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ويرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.